زوجي إنسان حنون جدا وعطوف وقلبه رقيق وبيحب الناس كلهم، ودايما في معاملته مع الناس قريب قوي، حتى لما بيعامل الناس بيعاملهم من قلبه. الأستاذ أحمد بن خالد حقيقة يعني كان معانا في المدرسة من فترة، زميل محترم خلوق مهذب جدا، ويعني شاطر في شغله، بيعامل ضميره ويعامل ربنا سبحانه وتعالى في شغله، بداخل الفصل بيأدي وبيبذل فوق طاقة، يعني فوق الطاقة. بصراحة الأستاذ أحمد كان أخ ليا ودلوقتي يعني أب ليا، يعني هو أخ وأب وما الناس اللي هو في الدنيا دي كلها، وربنا يخليه لنا. يعني هو كان معلمنا كل حاجة حلوة، وبعد ما مشي كل حاجة يعني بقت كل حاجة اتغيرت. معاملته مع جيرانه هو عطوف جدا معاهم، لما بيحصل اي موقف ليهم بيتاثر، هو من الاخر بيشيل هموم الناس كلها، حتى ده من اصعب حاجه. يعني لما بيفكر في حاجه بيفكر فيها، ما بيفكرش تفكير عادي، حتى لو كان لو الحد ده مش قريب منه، مش من اهله، ممكن جيرانه. ده مره موقف حصل لجارتنا، بنتها تعبت عيد يعني عيا جامد، وكانت في القاهرة، كانت محجوزة فيها في القاهرة، فكان تعبان جدا وأصر إن هو يروح ويشوفها رغم إن المسافة بعيد ورغم إن هتقابله صعوبات كتير أكيد. طبعا هو هيمشي من هنا متأخر، أكيد هيجي متأخر. راح وشافها برضو وشاف هي عاملة إيه واطمن عليها وجا، وكان هو يعني لما بيساعد الناس ما بيبصش إن بساعد ده عشان حاجة، لأ، هو بيعمل ده كله ابتغاء لوجه الله. صراحة من فعلا يعني الواحد عاشره داخل المدرسة، إنسان محترم مهذب، علاقته من زملائه علاقة طيبة جدا جدا، ما بيحبش حد يزعل من زملائه. إذا حصل موقف بينه وبين أي زميل في المدرسة كان بسرعة يعني ياخدني أنا شخصيا، لأن أنا كنت قريب منه قوي يعني في المدرسة وبره المدرسة، ويقول لي لا أنا مش هيعدي اليوم ده النهاردة إلا لما أروح أصالح فلان وأنا اللي أعتذر له، مهما كان، حتى لو كان هو يعني مش غلطان ولا حاجة مغلوط فيه يعني. فلازم يروح للزميل ده ويقول له طب حقك عليا، الموقف مثلا كانش يحتمل كده، ويفهمه الموقف ويعتذر له والموضوع يخلص في نفس الوقت. يعني ما كانش بيعدي فعلا يوم وهو زعلان من اي زميل من الزملاء في المدرسه. جميع الزملاء يعني بلا استثناء، سواء كان كبير او صغير، فعلا الاكبر منه كان بيحترمه ويحبه جدا، واللي اصغر منه كان فعلا يعني معامله طيبه كاخ اكبر ليه، من طبعا ينصحه اذا اخطا وهكذا يعني مع كل زملاء. وكمان لما كان بيبقى قاعد في وقت مش بيحفظ فيه القرآن، كان بيرسم رسومات لبنته وليا وبيبعتها لنا لما بروح له الزيارة، هي رسومات جميلة جدا، كان بيعبر لنا بيها، رسومات بجانب كلمات كان بيعبر لنا بيها عن اللي بقلبه وعن اشتياقه لبنته واشتياقه لينا، كان بيعبر لنا بده عن طريق الرسومات والكلام اللي حواليها، كانت بتبقى جميلة جدا. وكمان كان بيعمل لنا ورد بالمناديل شكله جميل جدا، كان فعلا يعني بيعامل ضميره، وكان له مجموعه معينه مثلا كان بيبقى فيها طالب او اثنين مثلا، زي حس ان هو مثلا الطالب ده مش قادر يدفع، او مثلا طالب يتيم او كده ما كانش يحاسبه، وكمان ما كانش يحسسه ان هو ما بيدفعش او ما يخش، فكان كده. وكمان كان من انصار ان هو يعمل مجموعات تقوية في المدرسة أو خارج المدرسة يعني مجاني، وما بيحبش يشوف حد زعلان من حد أو حد زعلان منه، حتى لو هو ما زعلهوش أو ما غلطش فيه، أو حتى لو الإنسان ده هو اللي زعله، ما بيستناش لما هو اللي يجي ويصالحه، لأ، بيروح هو ويتكلم معاه ويعتذر له رغم إن هو ممكن في الموقف ده ما يكونش غلطان، هو اللي بيروح وبيبدأ بالسلام وبيتكلم
حتى لو الانسان ده يعني ممكن يكون عارفه معرفه عاديه يعني مش قريب منه قوي، وما بيحبش يشوف حد زعلان من حد. يعني كان بيعلمنا كل حاجه حلوه، يحاسبنا على الصلاه كل وقت، يحاسبنا على القران كل وقت، يقول قرات قران ولا لا. دلوقتي مش لاقينا عن حد يسالنا على الحاجات دي كلها عند وقت. والحمد لله برضو هو علمنا حاجه حلوه، علمنا الاحترام، وبنضحك لحد وقتي. هو وحشنا والله قوي قوي، وربنا اللي يعلم اليوم بيعدي عنا قد كيف. ورب يتقبل منا بقى دعائنا، ويا رب يجاوب السلام. هو اللي زارنا في يوم 5/7/2013، كان زوجي جاي من ميدان رابعه، من اعتصام رابعه. هو كان هناك من يوم 28/6، وكان جاي عشان يحضر امتحانات المتخلفين اللي هي الدور الثاني. وهو جاي كان هو وخمسه معاه من البلد، كانوا جايين في العربيه بتاع واحد صاحبهم، عربيه ملاكي عادي مش مواصلات. وهما جايين جم من على كوبري اكتوبر، ففوقوا ان البلطجيه بتوقفهم وشويه ومشوهم كده شويه، وبعدين الشرطه جت وراحوا واخدينهم كلهم على البوكس واعتقلوهم. راحوا خدوهم على اسم بولاء ابو العلا، وهناك كانوا في اوضه صغيره جدا فيها ما يعادل 40 أو 50 شخص. هي الاوضه ما تسعش ده كله، وكانوا في كانوا يعني تقريبا ما بيناموش، ما فيش مجال ان حد ينام، وهو راقد كنايم عادي. كان الموضوع صعب، الاكل صعب واللبس صعب، ممنوع ان يدخل لهم لبس، ممنوع ان يدخل لهم اكل، كان الموضوع صعب خالص. ما كانش في حد يزوره، لو كان في حد يزوره كانت بتبقى 10 دقايق أو 5 دقايق وهو واقف كده. وكان هناك لما كان زوجي هناك حصل اعتداء من الضابط عليهم، كانوا بيضربوهم. ما جيت رحت بعد كده زرت زوجي بعد كده لما ترحل، قال ان انا شفت ايده فيها اثر ضرب، فبقول له ده من ايه؟ هو ما كانش راضي يقول لي. فبعدين لما اصريت عليه قال لي ان الضابط كان لما بيبقى زعلان او حاجه مزعلاه بيخش يضرب فينا كلنا. ده كان الاعتداء ده حصل في القسم، تقريبا قعدوا في القسم بتاع تقريبا 10 ايام، وبعد كده جدد لهم 15 يوم وترحلوا على سجن ترى استقبال، ترى عموما راحوا ترى عقرب شديد الحراسه. قعدوا هناك تقريبا شهر ونص او ما يعني قرب على شهرين. طبعا راحوا النيابه وكده، فاجرهم تهم طبعا قطع طريق واثاره شغب وتروع مواطنين وقتل وشروع في قتل وحيازه خرطوش وبلي وكل الحاجات ديت. والحاجات دي كلها جت من اصلا هو يعني، فهو يعني قدر ربنا ان هو مشي وطريقه فكره فاضي. فدليل ان كل التهم دي اصلا تهم باطله، هم منها براء تماما. قعد في طول العقرب شهرين، بعد كده فوجئنا بترحيله لطرى استقبال. هما اول ما راح طرى استقبال كانوا مع الجنائيين، كانوا مع الجنائيين، قعد مع الجنائيين 15 يوم. ازاي ان هو ده انسان ملتزم متعلم مثقف يعرف ربنا، ازاي ان هو يقعد مع الجنائيين بكل اللي بيعملوه، بيشربوا ممنوعات في الاوضه، بيشربوا ممنوعات في الاوضه، وبيعملوا حاجات يعني البلطجيه بيعملوها. ده معاه يعني كان بيبقى معاهم حاجات بيضربوا بيها، اللي بيبقى معاه تقريبا مواس، حاجات كده تانية بيضربوا بيها اي حد يضايقهم. كانوا بيشربوا ممنوعات في السجن في الاوضه، ولما كان واحد فيهم بيشرب حاجه ما كانش بيبقى هو عارف هو بيعمل ايه، يعني كان ممكن يموت اي حد فيهم وهو شارب الحاجات ديت، وهم ما يقدروش ان هم يعملوا حاجه، لان هم كانوا 7 بس سياسيين في الاوضه، والبقيه الاوضه كانت كلها جنائيين. لما قعد معاهم في الاوضه ال 15 يوم اللي قعدهم، الحمد لله كان بيستثمر وقته فيهم معاهم. بداوا يعلمهم الصلاه هو وكل اللي معاه، السبعه السياسيين اللي معاه، بداوا يقربوا من الجنائيين دول رغم المخاطره اللي هم عارفين ان هم بيخاطروها. انت ازاي ان انت انسان عادي ما بتتعاملش مع انسان عادي زيك، انت بتتعامل مع انسان لما بيشرب حاجه بيبقى انسان تاني، يعني ممكن يموتك في الوقت اللي انت بتكلمه فيه وهو مش عارف هو بيعمل ايه.
لما جه كلموا معاهم قعدوا يتكلموا معاهم وينصحوهم وخلوهم يتعلموا الصلاه وخلوهم يتعلموا ازاي يقراوا القران. كان في ناس ما بتعرفش تقرا، بداوا يعلموهم ازاي يقراوا القران. وفي واحد كان معاه في الاوضه، ده كان راجل كبير جدا، هو جنائي اصلا، كان تقريبا متاخد في مخدرات. فجاء مع زوجي واتكلم معاه، قال له انا نفسي اتوب، نفسي اقرب من ربنا ونفسي اتوب. فزوجي بدا ينصحه، وانت هتعمل ايه وتقرب من ربنا ازاي وتلجا لربنا ازاي وتمتنع عن الحاجات اللي انت كنت بتعملها. وبداوا الحمد لله الموضوع يتطور. في الفتره ديت اللي قعد مع الجنائيين فيها، اللي هو كان جاي له بيقول له انا عايز اتوب، جه في يوم تعب جدا، بداوا يخبطوا على البيبان وينادوا عليهم ويقولوا لهم في هنا واحد عيان، احنا عايزين دكتور، عايزين حد يشوفه. محدش قال لهم انتوا بتقولوا ايه ولا بتعملوا ايه، محدش رد عليهم. فضل لحد ما مات، الراجل مات لوحده، مات من غير ما حد يقول له انت فين، من غير ما دكتور يجي يشوفه ولا يجيبوا له اي حد. مات نتيجه اهمالهم، نتيجه اهمالهم ليهم، مش عايزين يشوفوهم، مش عايزين يقولوا لهم اي حاجه. بعد كده لما لقي المعامله سيئه من الناس اللي معاه في الجنائيين، برضو مهما يعملوا معاهم بياخدوا الممنوعات ديت، ما بيبقاش عارفين هما بيعملوا ايه. راح هو زوجي للمأمور وقال له احنا عايزين نخرج من هنا، عايزين نقعد في اوضه تانيه لوحدينا. المأمور اتكلم معاه بطريقه مش كويسه وقال له انت مين انت عشان تيجي تتكلم معايا؟ ازاي ان انت تقول انا عايزه اتنقل من الاوضه اللي انا مش فيها؟ انت اسمك ايه وبتشتغل ايه؟ قال له انا اسمي احمد عبد الخالق. قال له انت بتشتغل ايه؟ قال له انا مدرس. المأمور استغرب جدا، قال له ازاي انت مدرس وازاي يعني ازاي انت محطوط اصلا في الموقف ده ولا متاخد ليه؟ قال له انا هنا معتقل سياسي، ازاي ان احنا ناس متعلمين ونقعد مع الناس ديت ونتعامل المعامله ديت؟ راحوا المأمور لما سمع كلام زوجي راح نقله هو والسبعه اللي معاه في اوضه تانية لوحدهم مع ناس سياسيين زيهم. والحمد لله دي كانت خطوه كويسه. لما قعد مع الناس السياسيين الحمد لله بداوا يعملوا يستثمروا وقتهم، يقراوا القران ويعملوا اوقات، يعملوا وقت لقراءه القران، وقت للحفظ، وقت يقولوا فيه دروس دينيه، وبداوا يستثمروا وقتهم دي ده. وزوجي الحمد لله كان وهو هنا وهو قبل ما يعتقل كان حافظ تقريبا نص القران، ولما اعتقل ودخل المعتقل اصر ان هو يكمل حفظ القران. والحمد لله ربنا من عليه بده وختم القران وهو في الاعتقال ومع مساعده الاخوه معاه هناك، وختم القران وهو معاهم. والحمد لله هو مبسوط جدا من الموضوع ده، ان هو الحمد لله بيستثمر وقته، يعني هو قاعد هناك الحمد لله الحمد لله بيستثمر وقته. واحنا رايحين سجن استقبال ترى احنا بنتعب، اي نعم في الطريق وكده المسافه طويله، بس بروح برضو بنتعب برضو، بنقف يجي 3 ساعات لحد ما نخش، بنقف 3 ساعات لحد ما نخش ونتعب يعني، ويفتشونا كذا مره، نقول والله ما معانا حاجه، يقول لا نفتشكم، ويقلب حنا يعني اذا كان برضو اكل بيفتشونا، احنا برضو بنتفتش كذا مره، لو معانا طفل كده بيفتشوه، نقول لهم والله ما معانا حاجه، يقول لا، ويزعقوا فينا كده يعني، بيعاملونا معامله مش حلوه. مره كنت مودياله مواس حلاقه خرجها وما كانش راضي يخليها تدخل اللي هو الضابط، واصريت واتكلمت معاه. كان في واحد تاني كويس اتكلم معايا وقال لي خلاص انا عايزاها ليه وكده، وقلت له وخليها دخلت. بعد كده بندخل بنتفتش تفتيش ذاتي، بكل حاجه بتتفتش، البنت بتتفتش، حتى العيال الصغيره بيفتشوها برضو تفتيش بطريقه غير ادبيه. بعد التفتيش بيدخلونا على يعني حته استراحه كده، استراحه مش بتاخدناش برضو، لو احنا مثلا جايين 3 ولا 4 ما بتاخدناش، وبيقعد معانا حتى ما بيكملش 10 دقائق معانا، بنخش مثلا يحكي لي على اللي مزعلنا احنا نحكي له وكده، مفيش حاجه خالص. القاعه اللي بنقابله فيها، القاعه ديت عباره عن اوضتين كبار جدا، بندخل بنلاقي فيهم عدد كبير جدا من الناس، ما يفوق 300 شخص في مكان صغير جدا. ده عدد الناس اللي لسه هتيجي غير المعتقلين، يعني المكان ده ما يسعش للعدد ده كله. احنا لما بندخل
اول مره شفته فيها في سجن استقبال ترى، احنا ما قعدناش اصلا، ما لقيناش مكان عشان نقعد فيه، حتى في الارض غير المصاطب اللي هم عاملينها، في اماكن في الارض والناس قاعده في الارض، ما فيش مكان الناس تقف، ما فيش مكان حتى ان انت اللي انت المعتقل اللي جاي تشوفه ازاي ان انت هتسلم عليه، ما فيش مكان. في المره ديت كان المكان ضيق جدا، احنا وقفنا جد عايزين نقف قدام الباب، احنا وقفنا جوه في الاخر، مكاننا كان في اخر الاوضتين، هما اوضتين مفتوحين من جوه بعض، مكاننا كان جوه خالص في الاخر. طب احنا هنشوفه ازاي؟ طب هو ما يجي هيدور علينا ازاي في وسط الناس دي كلها؟ فبدات ان انا اتحرك وامشي في وسط الناس عشان احاول ان انا اقف حتى قدام الباب عشان اشوف لما يجي نشاور له، عشان هو كان وحشنا جدا، يعني بقالنا فتره ما كناش شفناه، احنا بنروح له كل 15 يوم، فكانت المسافه برضو بتبقى بعيد علينا، ازاي ان هو كان يبقى معانا كل يوم وفجاه ما يمشي مره واحده كده ما نشوفوش الا كل فتره. هو اصلا شغله كان في نفس البلد، يعني حتى بيبقى بره في نفس البلد بنيجي، حتى بيبقى بعيد عنا الفتره ديت، هي قصيره بس كان بنحس ان هو بعيد عنا بقاله كتير، ازاي نقعد لما نروح له كل 15 يوم ولما نيجي نروح له من حتى ما نعرفش حتى نسلم عليه عادي كده، من ازاي ان احنا هنقف نسلم عليه في وسط الكم ده كله، او ازاي هيكلمنا يقول لنا، ازاي هيكلمنا، ازاي كل ده كانت اسئله بتدور في دماغي، ازاي بعد ما كنا بنقعد مع بعض وبنتكلم وبنقول كل اللي احنا عايزينه، دلوقتي حتى مش هنقدر نتكلم ونقول اي حاجه، الناس واقفين حوالينا، غير الناس غير العدد ده كله بيبقى فيه مخبرين واقفين حوالينا واحنا بنتكلم، ما بنقدرش نتكلم ونقول كل اللي احنا عايزينه. لما جاء وفضلت واقفه ابص عليه، لما جاء جانا كنت شايلاها، بدات تقول لي يا ماما بابا جه، يا ماما بابا جه، وتصرخ وعايزه تروح له، وانا واقفين مخبرين على البيبان مش راضين يخلوا حتى الاطفال تعدي تستقبل حتى اللي جايين، واقفين حشو الاطفال. لما جانا لما المخبر حشها انا حزنت جدا، ازاي لما بنتي باباها واقف قدامها ومش قادره حتى تروح ولا تحضنه وهي واقفه قدامه. في الموقف ده انا عيطت والبنت بدات تصرخ وتعيط، عايزه اروح لبابا، عايزه اروح لبابا. الموقف كان صعب علينا، ازاي لما كان في اي وقت عايز يحضن بنته ويبوسها فجاه بقى محسوب عليك بنتك تبقى قدامك ومش قادر تبص تشوفها، بقى محسوب على بنته ان بابا هيكون قدامها ومش قادره تشوفه. بصراحه الموقف ده اثر فيا جدا، فجانا صرخت وقعدت تقول بابا، انا خدتها وبدات ابعد لورا وبدات ارجع لورا خالص لحد ما هو جه وبدا يدخلوهم واحد واحد، وبدا باباها بدا يدخل، جانا جريت وخدته بالحضن وخد جانا وفضل يحضن فيها وسلم عليا وانا سلمت عليه وقلت له انت وحشنا جدا، قال وانا كمان وحشني قوي، وبدا يتكلم معانا ويطمن عليه ونطمن عليه ويطمن على جانا ويطمن على اخواته واحوالنا في البيت ايه وعايشين ازاي وعاملين ايه، لان احنا الحمد لله ما لناش الا هو بعد ربنا، ما لناش حد بمعنى صح، هو كان كل حاجه في حياتي، رغم ان انا والدي ووالدتي واخواتي كلهم موجودين بس هو كل حاجه في حياتي. اول حاجه اصلا ده مش نظام، واحنا لا نعترف بهذا النظام، ده انقلاب عسكري كامل الاركان، وان شاء الله الانقلاب ده الى زوال، ومهما طال هذا الانقلاب ولكن لابد فعلا الانقلاب ده هينتهي، وكل هؤلاء الظلمه والقتله وهؤلاء الخونه سوف يحاكموا على جرائمهم وعلى يعني اعتقالهم هؤلاء الشرفاء يوما ما ان شاء الله باذن الله. اقول للنظام اللي اعتقلوا، اقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا يجيبه لنا بالسلامه، ويا رب ينتقم منكم اللي ظلموه واللي سجنوه، ينتقم منكم كلكم جميعا، حسبي الله ونعم الوكيل، ويا رب يجيبه لنا بالسلامه يا رب. اقول للنظام الفاسد الطغاة، ربنا ينتقم منكم وتحسوا بكل اللي احنا حاسين بيه وتذوقوا وتشربوا كل اللي احنا شاربينه، وربنا ينتقم منكم وما تنبسطوش قوي لان كل حاجه وليها نهايه، وربنا ان شاء الله ينتقم منكم ومش هتدوموا لان عمر الدنيا ما دامت لحد. انا بقول للاستاذ احمد، استاذ احمد يعني عهدناك رجلا ثابتا صامدا، فنتمنى ان انت تفضل ثابت على مواقفك وصامد ومكمل، واحنا مكملين معاك ان شاء الله لحد ما ينكسر هذا الانقلاب ويزول باذن الله ونحاكم هؤلاء الظلمه. اقول لاخويا ربنا يصبر يا رب، يجيبه لنا بالسلامه يا رب، امين يا رب،
ويصبر، وان شاء الله ان الله مع الصابرين، ان شاء الله ان الله مع الصابرين، وربنا برضو يعني هينتقم منهم كلهم اللي ظلموكم وحطوكم في حاجات انتم ما تكونوش فيها. اقول لزوجي انت وحشتني قوي، اقول له كمان انت نفسي بجد بجد اشكرك، بس للاسف مش هلاقي اي حاجه اشكرك بيها، لان انت حاجه غاليه جدا جدا، وانت تعبت معانا جامد، تعبت معانا خالص، تعبت معايا انا شخصيا من ساعه معرفتك ومن ساعه معرفتني، وانت بتعمل معايا مواقف ربنا اللي يعلمها. اقول لك ان انا مش هقدر لو عشت عمري كله، مش هقدر ان انا ارد لك اي حاجه من دي، من الحاجات دي كلها. اتمنى بجد ان ربنا يجازيك عليها، واتمنى ان ربنا يخرجك ليا بالسلامه، ونكمل مع بعض كل اللي ابتديناه.